إذن عودي معكم للمتابعة، انطلاقتنا طبعا مع صحتي سلامي مع ريوة، وضيفنا الأستاذ عادل دبيان مستشار وزير العمل والهيئة. يعني مشروع قانون الأبوة، يعني للأسف ما رح نلحقه نحن، بس إن شاء الله بيلحقه غيرنا وهالمشروع بصير ساري المفعول مثل أبوه. خلينا نشوف وين صار المشروع وشو التفاصيل. على صحتي السلامة. صباح الخير لكل المشاهدين، صباح الخير جوزيف. فعلا مشروع قانون إجازة الأبوة شغلة كتير مهمة، وقد أثبتت الدراسات كمان أنه لما الأب بيتواجد بالبيت مع الطفل بالمرحلة الأولى بيخلق رابط وعلاقة كتير قوية، عدا عن أنه بيكون دعم ومساندة للأم. رح نحكي عن هالموضوع أكتر مع ضيف الأستاذ عادل دبيان وهو مستشار وزير العمل. صباح الخير أستاذ. صباح الخير لحضرتك المشاهدين. اهلا فيك. كنا عملنا حلقات قبل عن اهميه اجازه الامومه، وصار في نوعا ما يعني خطوه كثير ايجابيه انه صارت اجازه الامومه 70 يوم، بالقبل كانت 40 يوم، فهي خطوه كثير ايجابيه، وبعد يمكن بنطمح انه تكون شوي اطول لتساعد الام العامله انها تتواجد اطول فتره ممكنه مع طفلها، وخصوصا اذا ما كان في اي دعم ومسانده لها. مشروع قانون اجازه الابوه 3 أيام عمل، صحيح؟ نعم. بالمبدأ انها حتكون 3 أيام عمل. في ناس صاروا يقولوا 3 أيام منا محرزة، شو فايدتها؟ وفي ناس قالوا هيدي خطوة إيجابية على الأقل كخطوة أولى. شو رأيك أنت؟ ليه اخترتوا 3 أيام بس؟ لا، أنا قبل ما أبدأ بالحديث لابد من أعطاء لمحة تاريخية عن هذا المشروع. نحن بدأنا بمشروع قانون العمل بنهاية سنة 2000. نعم. هذا المشروع بسنة 2000 أخذ معنا وقت، وكان هناك لجنة ثلاثية الأطراف، يعني ممثلين عن الدولة، ممثلين عن أصحاب العمل، وممثلين عن الاتحاد العمال العام والعمال. هؤلاء الممثلين الثلاثة اجتمعوا وبدأوا بدراسة مشروع قانون عمل، قانون عمل متكامل يعني. نعم. رح نحكي عنه شوي هلا بتفاصيله. هذا من ضمن مشروع قانون عمل بسنة 2001 كان من ضمنه إجازة الأبوة. نعم. لأنه قانون العمل اللي صدر سنة 1946 واللي هو يعني تقريبا نص عن قانون العمل الفرنسي سنة 1910 إذا ما حط بأي إجازات العائلية حصرها بشغلات معينة بسيطة جدا جدا، ولكن لم يتطرق قانون العمل إلى إجازة الزواج مثلا. نعم. ما في زواج بقانون العمل ولا إلى إجازة الأبوة. نعم. وأخذت هذه الإجازة إلى 3 أيام، تعرف فيه نقاش طويل ما بين أصحاب العمل والعمال حتى تمكننا من الوصول إلى تسوية إلى 3 أيام باللجنة. نعم. وكان من ضمن الممثلين أصحاب العمل يعني بالوزير الاقتصاد السابق نقول نحاس. نعم. طب ليش 3 أيام يعني بالتحديد؟ ليه مش أسبوع أو 3 أيام؟ أخذت وقت طويل لحتى يعني قدرتوا توصلوا له، لأنه لبنان إجمالا في وضع اقتصادي سيء. نعم. يعني لما تم بالسويدي بيعطوها 480 يوم لانه وضعهم اقتصادي غير متعثر ماشي حالهم، بينما نحن بلبنان عم وصلنا 3 أيام لانه بدا وضعنا الاقتصادي نحن يتعثر بعد 98. نعم. بعد سنه 98 بلش وضع الاقتصادي يتراجع، وتمكننا بالنهايه حتى وصلنا ل 3 أيام بعد جهد جهيد، يعني وصلنا 8 أيام. وبالنهايه بعد لم يقر مشروع القانون، يعني من سنه 2001 لهلا بعدنا لم يبصر النور. هذا المشروع اجازه الابوه هي مشروع قانون منفرده خرجت عن اطار قانون العمل، وارسلت بمرسوم الى مجلس النواب ليقرها اضافه فقره الى الماده 39 من قانون العمل. نعم. الحالي. وبعدها لم تقر. وهلا ما هي امام مجلس النواب، صار المفروض مجلس النواب اذا كان بدورته التشريعيه الحاليه في قره ممكن ان يقرها باقرب فرصه يمكن. نتأمل. على كل، قبل ما نتابع حديثنا ونحكي عن تفاصيل مشروع قانون العمل وخصوصا فيما يتعلق بالامور اللي لها علاقه بصحه العائله وسلامه وصحه بيئه العمل والعمال، رح نشوف هالتقرير مع اب عم بخبرنا رايه بالموضوع، هل بيعتبر هيدا شيء ايجابي له ولا لا؟ خلينا نشوف التقرير. الجهاز اللي عم تنعطى اليوم يلي هي عم يعطوا امباكت للبي بالوقت اللي البي صار له 100 سنة مهمش،
اليوم عم يعطوا اياها، هيدا الشيء بتتماشى مع شيء اسمه حقوق الانسان. يعني اليوم نحن حقنا كانسان، حقنا بالحياه، حقنا بالتعاطي، حقنا بالتصرف، حقنا بالتعامل، حقنا بالعيش. لهالسبب هيدا هالإجازة الابوه اللي تاخرنا اليوم بعرضها بطرحها تتوصل لليوم تتصير مشروع قانون على طاوله مجلس النواب بال 2018، صرنا نحن من زمان كان المفروض ننعم فيها. اليوم الامراه صارت عم تنعم ب 70 يوم اجازه بالوقت اللي البي اللي هو بده يواكب هالمره بكل مشقاتها وبكل مصاعبها ما عم يتعاطفوا معه بالناحيه الانسانيه، انه هذا الزلمه هو فقط يعني اذا بدي اقول لك هون اداه لانجاب الاطفال، ولكن ما عم بيتعاطفوا معه تحت اللي يقدر هو يمارس حقه بالابوه تحت اللي يتقرب اكثر من ابنه، يتقرب اكثر من اولاده. ما عم يقدر هو من بعد التعب اللي بيمرق فيه ما عم يقدر هو يكون عنده فتره يرتاح منها المشقات اللي بتلاحق هالولاده هيدي، مثل ما المراه بتحس فيهم كمان الرجال بحس فيهم. بتمنى بالاخر انه يقروا لهذا القانون قبل ما تجي البيبي ويعطوه اكيد لحقوقه الكامله للبي مثل ما نحن عنا على القليله 70 دايز، يعطوه اياها اتليست لنعيش هيدي الحاله يعني الجديده اللي اثنيناتنا مش بعد فاميليير لها. ثلاث ايام يلي عم تنطرح اليوم على طاوله مجلس النواب هي قليله، لانه من حقي ومن حق كل بي يمارس حقه الابوي ويتمتع بفتره اجازه اطول بكثير من هاي. ما رح نقارنها نحن مثل ما سبق وقارناها مع بقيه الدول المتطوره ونحن بنتمثل فيهم، او يمكن نحن نتنعم انه نحن من فوقهم بعلم ومعرفه وثقافه، ولكن على الاقل انه يكون عندنا فتره تتجاوز ثلاث ايام تحت نقدر نواكب هالحدث هيدا اللي هو المولود الجديد. يعني اكيد احنا بنتامل انه نقدر نوصل لاكثر من ثلاث ايام، يعني هيدي خطوه اوليه فينا نقول، لكن نتامل انه نقدر يكون طبعا خطوه بدائيه يعني بنسميها نعم بدائيه صح لانه فعلا ما لازم تكون اكثر من هيك صح، ولكن هذا بمعنى اجازه مدفوعه الاجر يعني هي تقع على عاتق اصحاب العمل. نعم صح، وانا ذكرت انه في عندنا ظروف اقتصاديه صعبه بالبلد طبعا، لا يمكن تحميل اصحاب العمل اعباء بالاضافه الى اعبائهم في تسيير مؤسساتهم، لكن ممكن مع الوقت يصير في شويه دعم للموضوع. نحن من ضمن مشروع قانون العمل عملنا شغله كثير مهمه، مثلا انه المراه بصير في بعض المؤسسات تنشئ دار حضانه بالمؤسسه بيعطوها وقت بكل ساعتين او كل ساعه في ربع ساعه الى تروح ترضع ابنها او بنتها اللي هيك بحطوها بدار الحضانه. وهل هالشيء هذا طبعا ضمن مشروع العمل؟ ضمن مشروع قانون العمل نعم اللي عملنا مشروع قانون عمل متطور، هذا قانون عمل متطور لانه طب احنا طب ليه لحد هلا من سنه 2001 لم يقر يعني وقت طويل؟ في شيء نوع من الروتين بيمر فيه بالبلد يعني، بس روتين كثير طويل. روتين ايه، لانه كل حكومه عندما تتغير الحكومه لابد من اعاده المشروع من اول وجديد. نعم. يعني ببلش يمشي خطوه خطوه، بده ينحول على جميع الوزارات لحتى تدرسوا كل وزاره بوزارتها، وهنا يختلف الراي ما بين هذا الوزير والوزير اخر. مثلا نحن من ضمن قانون العمل او المشروع قانون العمل اول ما طلع وضعنا انه يسمح للموظفين بانشاء نقابات. اجى احد الوزراء كان هو ضد مشروع ضد انشاء نقابات، ضد فكره انشاء نقابات للموظفين في الدوله، فرجعنا ازلنا ازاله النقابات لانه وفق فكره الوزير، وكان فعلا انه كان هو ضد بهذه الفكره نهائيا. نعم. لانه بتعرف الانقسام بالموظفين والى اخره من الامور، يعني في كثير ببعض الاحيان لمسات تعود للوزراء، كل واحد بده يعني صار بعتقد بس صار لازم يعني يندرس بصوره جديه ونهائيه، لانه اصلا اذا لهلا لم يقر يعني صار بده حتى تحديث واعاده نظر من سنه 2001 لهلا، يعني يرجع تطلعوا عليه وتشوفوا شو لازم يتحدث فيه يتطور فيه. لابد من اعاده النظر لانه صار في تطور كثير بالعالم بعالم العمل صح يعني صح. صار في عنا اليوم بالعالم العمل العالم عن بعد صح،
وبدي ركز على موضوع انه الاجازات العائليه سواء بحاله الزواج، بحاله الوفاه، بحالات الطارئه، سلامه بيئه العمل، يعني كلهم هاو مثل ما ذكرت انه تم ملاحظتها بمشروع قانون العمل الجديد اللي بعد لم يبصر النور. يعني نحن اليوم من حلقتنا يمكن تكون مجرد هيك تذكير وشويه هيك عم ندق على الباب انه يا جماعه هالقانون هالمشروع القانون لازم يقر ولازم يبصر النور، لانه لازم يصير في تحديث لقانون العمل. طبعا لازم يصير في تحديث لقانون العمل، ولازم نحن نواكب التشريعات العالميه، لانه نحن مصادقين كدوله لبنانيه على 50 اتفاقيه عمل دوليه، كانوا 51 الغى مؤتمر العمل الدولي السنه الماضيه اتفاقيه، كنا نحن مصادقين عليها، اصبحوا 50 اتفاقيه. نعم. وعندنا 8 اتفاقيات عمل عربيه نحن مصادقين عليها. نحن اخذنا فلازم تترجم عمليا، نحن اخذناها هذه الاتفاقيات بضمن مشروع قانون العمل، وفعلا قانون عمل متطور. نعم. نحن اوجدناه لانه يتناسب مع اتفاقيات العمل الدوليه والعربيه. صح. في حال مشي واقر ان شاء الله، ونتمنى هالشيء. شكرا لك استاذ عادل ببيان على حضورك معنا. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم. ثانك يو لك روى، ثانك يو استاذ عادل. ان شاء الله يعني لحقوا حالكم، هلا اللي بعد ما بده اولاد يجيب على السريع اولاد، يا شباب صار يطلع لكم ايام قريبا راح يطلع لكم ايام فرصه، بس يجوا اولادكم تقعدوا معهم وتهتموا فيهم. طبعا مع الاهتمام الاخر اللي عم يصير من وزاره العمل، ان شاء الله على خير يا رب، وان شاء الله يلحقوا اهم شيء. لكن المشاهدين نحن مستمرين معكم ومناضلين معكم، وانتم كمان راح تناضلوا وتضلوا تجربوا وتنجحوا بكل شيء عم تحاولوا فيه لتوصلوا لاهدافكم. بس هلا راح ناخذ بريك، ومن بعدها بنكون شوفي مع لمعه.